بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونهانا أن نشبهه بخلقه وأن نضرب له الأمثال. الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغنا عن ربه ما أوحاه إليه وبينه لنا غاية التبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كما أثبتها لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ونخص في حديثنا هذا الرد على من زعم أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التشبيه والتمثيل، ونورد في هذا ما قاله إمام الأئمة وناصر السنة أبو بكر محمد ابن خزيمة رحمه الله في الرد على الجهمية وتلاميذهم ممن زعم أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التشبيه، وننقل لك كلامه مختصرا. قال رحمه الله: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، سموهم مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا، إلى أن قال رحمه الله: نحن نقول وعلماؤنا جميعا من جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك. ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعدما كانت عدما. وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم رميما ثم ينشئها الله بعدما صارت رميما، ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذوي الحجاب بال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها؟ ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها، قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغي والبغل ونحو هذا إلا غضب، إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه، فقد قال بالباطل والكذب والزور والبهتان، وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب، إلى أن قال رحمه الله: والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه، فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال: وهو السميع البصير. وذكر عز وجل الإنسان فقال: فجعلناه سميعا بصيرا. وأعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله بشر يرى أعمالهم أيضا. وقال: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. وقال عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال: ترى أعينهم تفيض من الدمع. فقد خبرنا ربنا أن له عينا وأن لبني آدم أعينا. وقال لإبليس لعنه الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين، وخبرنا أن لبني آدم يدين. أفيلزم عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت ما ثبته الله في هذه الآية أيكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاشا لله أن يكون هذا تشبيحا كما ادعوا لجهلهم بالعلم. هذا مما رد به إمام الأئمة محمد بن خزيمة على الجهمية وتلاميذهم من نفاة الصفات، وهو رد مفحم لا يستطيعون الإجابة عنه. وقد رد عليهم أيضا كبار الأئمة من أمثال الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ولا تزال ردودهم والحمد لله بأيدي أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الرد على هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.